فإن الله كان عفوا قديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن أقوى خلقكم يسمو بصاحبه عن الانتقام، ويكبر به عن المجازات، ويتعلى أن يرمى الشر بالشر، ويجزي السيئة بالسيئة. العفو خلة تؤثر الرحمة على العقاب، وتحل المودة محل العداوة، والوئام محل القتال. ترى الرجل يؤذى في نفسه أو ماله، فإذا قضى على خصمه استقبل أن ينزل إليه ويأخذه بجريرته، وآثر أن يغفر ويرحم. وجد في هذه الإحسان من العزة والعظمة والطمأنينة ما لا يجد في الانتقام، وإلقاء الجناية بجزائها. وإنما العفو عند المقدرة. قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالعفو وسيلة إلى استصلاح النفوس وإزالة الإحقاد وإهلال الوئام محل الخصام، ويؤثرونه على الانتقام. عباد الله، سمى الله سبحانه وتعالى نفسه العفو. قال الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فكونوا كعبد سمح إذا باع، وسمح إذا قضى، وسمح إذا قضى، تفوزوا بسعادة الدارين. أيتها سبحانه وتعالى: ومن لا يدارك كتبت لمقت الدنيا تتريدي أم فنيني مؤجري لدماء سوري ما وإيابك بندري لبندرهم وإياك لندن يرتبر أن لدي الله سبحانه وتعالى ويدي وسيراري ويا مطور وحتى نطور إذا سيدي ودارك بلوحنا الله كان بكم على كفدينه سيدي ودارك بين محمد صلى الله عليه وسلم وديار مكه ونولار مكه جلال بدير من مكه أبي بينك ورباك وبرتي ورباك وإسلام وإسلام ده. ورجع يا الله. روما يقول الله سبحانه وتعالى دفتره. أنت وند يا فقول. وانا روم كجيكم واندنا. إبوبان تجوا بمكو. بينو تقول. منجيك وين يا فقول. ترى سكوت روم. روما يسوع كمان Oye.
Allah,
لسانه من البر والإحسان إليه. فقال سبحانه وتعالى: ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أيها الأخ المواطن، أقزم الغيظ واعف عن الناس وأحسن والله يحب المحسنين. وامتثل قول رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وتأدب بآدابه حين قال: أراني ربي أن أسأل من قطعني وأعفو عمن ظلمني. فانظر إلي يوم فتح مكة وسناديد قريش تو أمره، فقد لقي منهم ما لقي من ظلم وعدوان وأذى، بل عفى عنهم عفوا عاما صاملا، وكان أكبر أعدائه أعدمهم نسيبا من أفيه ورحمته. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون عني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكل نسك جلدت به ويرد أن سبحانه وتعالى ويغري يا بقول ويغري ابن الله صلى الله عليه وسلم نتوكي مقبي نتاكي لكاكم في مقبي ويقول يا بقول. فقال سبحانه وتعالى وتعالى ابن الله صلى الله عليه وسلم: يدو يا بقول يا بقول مقبي كنتنا مجيان قوابه. فقال سبحانه وتعالى: وهدينا بتركل قندهم قندهم سبقنا لما قلن نم بتركل سبقنا مجيان مجيان لما قلن بيسه كاري يقول لي هو لكاري ما نقول لي ممنتك هو لكاري إلى هند كاري إلى هند بمعنى هو لكاري من أفضل أن تكلي وإن عندي جاك وأننا لنا وأنت تلقي علينا. الله سبحانه وتعالى نحدي ببيك لهم ذلك ولا ملك ومجره إخوانا ومجره ومجي إمامه وبني إمامه سبحانه يا عندك في بطا عندي ولا ملك نتو جلد وأنت لا ممجره دونا كمبالي. والله سبحانه وتعالى باري ويبطا كما وقت ذلك في الله ولي أم ولدا وولد إما وولد ناكما ويجد ما ويجد ما وجرب ما وجرنا أما يدع إليه سبونا كم ولدا. والله سبحانه وتعالى ولي قبلنا في وفن دائما كو ستبير أم ولدا وجرد كفي ما كو كفي وولد ما ما في وجرنا ما في أحد ربط كو إما كو كفي وزام لبر وهذا يتحرى إتنا جيد نمو بنتائما حتي راسكم قلوب لك على مدعو يوفقك وليبدل أن تنعتهم في الله سبحانه وتعالى سيكون رمكابك وحاول رمي من تنين سابت تائم مكو وتجد تارم تجد ورقم جانا قلوب لك كم قول سبحانه وتعالى ويوجين قدرت لما قتلت لك وداري وتسلو وتسلو رمي بأنجرا وجوم راب قرن إبورم إيا جيد وتبسلو ترضي دبه اوكدا من جوم رام مدونين لما بسيط ما بنيكو ببك لمسكي ببك افتر ببك حدقو في سبيل الله وتبسل طول موقع طول موقع طول ما بكم سبو فيه بوجب ما هبه ولا هبه يو بيافو يو ببنو ايه ايه لأن سبحانه وتعالى حفران دو ذنوبادي مورو أن لكو حفرو ذنوبادي يوم الصحابه توكيو يوم ما عائشه رضي الله عنها
Yo acabo de poner
Thank you.